جدا مع واحد من النجوم الكبار في تاريخ النادي الأهلي، سواء كان كلاعب أو كمدرب أو حتى كمدير فني للفريق، كابتن محمد يوسف. يا كابتن محمد، مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير جميل، ومساء الخير على برنامجك الجميل وكل مشاهدينك، وسعيد ان انا اكون معاك والله. احنا اسعد يا كابتن يوسف، منورنا ومشرفنا. في البدايه طبعا امبارح انت عملت ماتش كبير جدا، واضح ان انت لسه في الفورمه والامور ماشيه بشكل كويس، وشلت كام كره كده في خط الدفاع. اتفرجت انا، تابعتك. ربنا يخليك والله. هو الواحد بس بحكم شغله فدايما بيبقى لازم الواحد يعني بيتمرن ويبقى جاهز يعني على قد ما نقدر يعني، بس الحمد لله يعني الناس اشادوا امبارح بيا، ما شاء الله، يعني بصراحة قالوا لي لا ده انت جاهز يعني. ترجع تلعب بقى. طبعا كابتن يوسف، عايز استغل فرصة تواجدك معايا واتكلم معاك عن مباراة اليوم الهامة جدا لمنتخبنا الوطني امام ليبيا. كيف ترى هذه المباراة، وايه السيناريو الافضل اللي يبتدي بيه منتخبنا الوطني في اطار المنافسة على التأهل للجولة الأخيرة من تصفيات المونديال؟ هي طبعا المباراة حساسة قوي لأن فارق نقاط نقطة لصالحنا، وفي نفس الوقت كمان جاية بعد يومين من المباراة، يعني لعبنا 8 النهاردة 11، فأنت ناس كتيرة داخلة في حساباتها موضوع الاستشفاء وإنه يريح لعيبة والكلام ده كله. أنا وجهة نظري طبعا إن لابد إنه يبقي على نفس التشكيل اللي بدأ بيه المباراة، هو نفس التشكيل. هو لأن أنا ضد إن أنا ألعب بره ملعبي، الثقافة دي خلاص اللي هي ألعب بره ملعبي أمين شوية، وفي بعض الآراء بتقول إن طارق حامد يتم الدفع بيه جنب السولية ونني فعلى حساب عبد الله السعيد ونلعب 4-3-3. يعني أنا شايف طبعا إن إحنا نلعب بنفس التشكيل 4-2-3-1، السولية من اللعيبه اللي بتربط مع طبعا. المهاجمين وبيقدر يكمل في الحته دي، والنني كذلك، ويبقى الاثنين متحركين بشكل عايز اقول فيه يعني تبادل، يعني السولية يقف يبقى النني هو اللي بيكمل والعكس كذلك. ودي حاجه من الحاجات يا امير برضو اللي هتاخدنا نمره 6 بمفهوم اللي هو الدفاع البحت ده، هيبدا سنه بسنه يعني يختفي. يتلاشى. وبص على فرق مانشستر سيتي، وبص على تشيلسي، وبص على هتلاقي نفسك وليفربول، هتبص تلاقي بص على الديفندرات بتاعتهم، هتلاقي ان هم بداوا سنه بسنه ما بيعتمدوش على 6 اللي هو الكاتر اللي هو اللي بقى مهمته بس ان هو يغطي على الفريق ويدافع وكلام من ده. بس فانا شايف ان هو يكمل بنفس التشكيل عادي خالص، ويبقى عنده الاختيارات الـ 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 اللي هي بتدير او اللي هي بيقدر هو بظروف المباراه وبادارته للمباراه يلجأ لها. استراتيجيه برضه بتاعته، انا اعتقد انه ممكن يفكر، يعني كروش ممكن يفكر فيه ان هو يلعب انكماش الى حد ما شويه، لان يقرا تيم ليبيا، فريق ليبيا اكيد هيندفع من البدايه اكيد لتعويض الثلاث نقاط اللي هو خسرهم على ملعبنا، ولتعويض فارق النقاط، لان هو المنافس الاول ليه منتخب مصر، فهو لو ما خدش الثلاث نقط من منتخب مصر في المباراه دي خلاص احنا خلصنا المباراه الاولى بتاعتنا. بالظبط. وبالتالي ممكن يبقى فيه يعني مساحات كبيره جدا في خط ظهر منتخب ليبيا، فتلعب على السرعات بقى. والميزه اللي عندك ان انت عندك اطراف الملعب بتاعتك اذا كان محمد صلاح او عمر مرموش، الاثنين بيجيدوا اللعب بالكوره وبيجيدوا اللعب حتى في المساحات الخاليه. بالظبط. من غير كوره فدي ميزه كويسه جدا نقدر ان احنا نشتغل بيها، ويبقى عبد الله هو اللعيب اللي بينزل عشان ياخد معاه الناس هو ومصطفى محمد، ويتم استغلال المساحات دي عن طريق عمر مرموش وعن طريق محمد صلاح، والاثنين بيقدروا يجيدوا، يعني سقوط مصطفى محمد هياخد معاه واحد او اثنين ممكن من المدافعين، وبالتالي يقدر المساحات دي اللي في ظهره اللي هيخلقها يشق فيها او ينطلق فيها محمد صلاح ويطلق فيها عمر مرموش. ده فكر من الافكار قد يلجا له كيروش، خصوصا ان هو بيلعب مع منتخب
ليبيا اللي هو النهارده اكيد هيندفع بالظبط. الدفاعات. كل ما الوقت هيمر كل ما منتخب ليبيا هتلاقي خطوطه بتجد فيها مساحات اكتر، وبتجد فيها المواقف الخاطئه او اللي تساعدك شويه. التمركزات اللي تساعدك ان انت تنطلق. طيب حضرتك يا كابتن يوسف كنت بتتكلم على ان ممكن الاقرب ان كروش يكون عامل يعني انكماش شويه بالنسبه للمنتخب في الجانب الدفاعي عشان مش انكماش ده انكماش مقصود، مش اجباري، ده انا بحاول استدرج منتخب ليبيا ايوه ان هو يندفع تمام كاستراتيجيه يعني عشان اقدر استغل المساحات ورا. تمام طبعا. هل احدى خطط احدى الاستراتيجيات بتاعت يورجن كلوب في بعض المباريات صح انه بيأكتنج او بيحاول يستدرج المنافس عشان يبدا يستغل مانيه ويستغل صلاح في الانطلاقات دي. تمام. طيب الملعب يا كابتن يوسف، يعني الملعب نجيل صناعي، نقطه اكيد سلبيه بالنسبه لنا، لعيبتنا مش متعوده على النجيل الصناعي، كيف يتعامل مستر كروش مع جزئيه زي دي ممكن تاثر على المنتخب في احداث اللقاء من وجهه نظرك يعني؟ بص، هو ارضيه الملعب كارضيه ملعب واداء مش هتاثر. يعني يمكن بعض انا قريت بعض الاقتراحات او الاراء ان بعض اللعيبه عندنا بتتاثر في ارضيه الملعب. هي اللي بس عايز اوضحه للناس ان ممكن بعد المباراه، لان في بعض اللاعبين اللي هم اجروا عمليات سابقه او عندهم بعض يعني الاصابات اللي بتاثر، الدكاتره او الاطباء بينصحوهم ما يلعبوش على ملاعب نجيل صناعي. نجيل صناعي، وبالتالي يعني بتبقى مضر. بس طبعا في ظروف زي دي كمباراه 90 دقيقه بظروفها، انا اعتقد ان ما فيش حد من اللعيبه هيتاثر او ان هو هيطلب مثلا اعفائه من المباراه او كده. الكلام ده لما تكون بتلعب اكتر من مباراه في وقت متكرر دي اللي تاثر شويه، لكن مباراه اعتقد ان الفريق والجهاز الطبي اللي موجود مع المنتخب محضر اللعيبه كويس جدا، ودي يقدر يتم التغلب عليها بانواع كثيره قوي من الريكفري من الاستشفاء، وانواع كثيره جدا من بعض الأدوية اللي بتتاخد قبل المباراة على أساس إنها تخفف الالتهابات وتحاول إنها تبقى خصوصا الركبة، مفصل الركبة طبعا طبعا حاجة بتتأثر طبعا بالنسبة للعيب الكورة بالنسبة للملاعب دي يعني. أعتقد اللعيبة عندها من الخبرة والحنكة والإجراءات الإدارية كمان اللي يتغلبوا عليها، لكن إحساس الملعب ذات نفسه لا، لعيبتنا لعبت ملاعب كده بالشكل ده وتقدر تأدي بشكل في يعني عادي خالص، انتيابيه عاديه خالص. وفي نفس الوقت كمان الملاعب دي بتبقى مميزه برضو في سرعه الكوره، خلي بالك يعني انت اكيد بتخلي الكوره تجري اسرع. مظبوط. فانت النهارده عندك عنصر سرعات يتميز عن منتخب ليبيا. يعني لما انا متاكد ان منتخب ليبيا النهارده اللعيبه بتاعت ده وخط الظهر بيقول لك ازاي هنتعامل مع عمر مرموش الراجل السريع اللي ناحيه الشمال، او محمد صلاح ناحيه اليمين. فهنا دي مهمه جدا ان هم يعني يستغلوا الحته دي في التمريرات وفي اللي عايز اقول في المساحات اللي هي ورا خط ظهر المنتخب يعني. طيب كابتن يوسف عايز اسالك سؤالين بشكل سريع، وهو بيتعلق باثنين من اللعيبه الكبار جدا، بالتحديد محمد صلاح. محمد صلاح طبعا خارج التقييم، الراجل ما شاء الله عليه يعني، راجل يعني مشرفنا بره مصر وبيعمل مباريات كبيره واداء رائع، لكن ازاي نقدر نستغل محمد صلاح؟ لان احنا شفنا اخر كام ماتش لصلاح مع المنتخب، اعتقد احنا اللي مش عارفين نستغل امكانيات وقدرات محمد صلاح. ايه اللي ممكن يكون مؤثر بشكل او باخر في عدم اتخاذ الناتج المتوقع دايما محمد صلاح في كل مبارياته مع المنتخب او في معظمها الفتره الاخيره تحديدا من وجهه نظرك؟ السؤال الثاني، عمر مرموش وتقييمك ليه بعد اول مباراه دوليه ليه باول هدف اكثر من رائع؟ بص، صلاح انا مش شايف في اي حاجه بس غير ان هو اول مره يلعب مع اكرم توفيق. وهنا لو لاحظنا واتفرجنا على المباراه بتاعه منتخب ليبيا هتلاقي ان في تحركات كتير جدا لصلاح، كان بيخش لجوه طبعا وبيشاور لعبد الله السعيد وبيشاور للنني ان هم يبداوا يلعبوا على اكرم
اللي هو بيخرج من مكانه عشان المكان اللي فضاه له صلاح. صح. لما بنيجي نتكلم على ارنولد مثلا لما بيلعب ورا صلاح بيبقى في هارموني وفي في تفاهم كبير. في انسجام ان هو عارف لو صلاح اشتغل على الخط اشتغل طولي يبقى خلاص هو بيقف يستناه. لو دخل صلاح جوه لو دخل صلاح جوه هيكمل. صلاح بمجرد انه بيندفع للداخل عشان يبدا ياخد من جوه او يبدا يخترق اختراق داخلي من جوه ما بين الباك ليفت وما بين السيد باك ناحيه الشمال يبدا ارنولد هو اللي يندفع في الجهه الخارجيه على اساس تتلعب له. الهارموني ده لسه مش موجود عشان كده صلاح شويه ما كانش عنده المساحات. يعني الراجل حتى الراجل الباك ليفت لما كان صلاح بيخش كان الباك ليفت بيخش معاه. اكرم كان لازم يندفع في الحته دي بشكل اسرع شويه وتتلعب له كمان عشان نبين للمنافس بتاعنا ان انت لو دخلت مع صلاح طب ما الراجل ده هيبدا يضربك من الخارج عن طريق اكرم توفيق، وبالتالي الراجل هيبقى في حيره ما بين انه يضم مع محمد صلاح ولا يستنى يقفل المساحه بتاعته اللي اكرم ممكن يستغلها. هي بس مجرد هارموني شويه. حته عبد الله السعيد انا شفت فيه اكتر من تمريره كان بيحاول ان هو يلعبها لصلاح لما اندفع وخد وحاول ان هو يعمل اختراقات في بين خط ظهر منتخب ليبيا، لكن في حاجات طولت في حاجات قصيره سوري يعني اتقطعت. لكن عايز اقول برضو ان اخر مره صلاح وعبد الله السعيد لعبوا كانت من فتره، كان بتتكلم من فتره كبيره. طبعا يعني من فتره. فانت النهارده الهارموني ده كله هيتواجد لما نبدا نثبت تشكيله. تشكيله ماتشات كتير. احسن حاجه ان الراجل يبقي على نفس تشكيله النهارده عشان يستفيد حتى بال 90 دقيقه اللي لعبه اول مباراه في حته الانسجام في حته الاداء. يعني عمر طبعا لاعب كان مميز جدا في وادي دجله قبل ما يخرج وكان من اللعيبه الموهوبين ونتاج المدرسه بتاعت دجله. اداء جيد ليه المباراه الاولى. كابتن يوسف الخط قطع. طيب خلينا سريعا نروح بنشكر طبعا كابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي السابق واتكلمنا بشكل مفصل عن استعدادات المنتخب ووجهه نظره في مباراه